حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. قال خبراء اقتصاديون إن هناك مبلغ 15 تريليون دينار عراقي يثير جدلا بين مجلس النواب والحكومة بشأن الموازنة في العراق. وأضاف الخبراء أنه من المبكر التحليل بمبلغ 15 تريليون دينار كونه الآن محل جدل عن تزويد أو تزوير في جداول الموازنة، وأنه إذا صح أن هذا المبلغ زيادة على الموازنة التشغيلية فهو يزيد من عجز الموازنة. وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت عن جداول مختلفة للموازنة قبل وبعد المصادقة عليها بفارق 15 تريليون دينار عراقي. أكدت لجنة الاحتجاجات في السليمانية أن حكومة كردستان العراق تقوم بالمماطلة وتخدير الموظفين المحتجين وأن وعودها غير صادقة. وقال عضو اللجنة دانا صالح إن تظاهرات المحتجين في السليمانية ومطالبهم تركزت على ضرورة العمل بالترفيعات والعلاوات التي توقفت منذ عام 2014، وبيّن أن حكومة كردستان العراق قامت بتخدير المحتجين عبر وعود لم تتحقق حتى الآن، منها العمل على تفعيل فقرة العلاوات للطواقم التدريسية والموظفين وتوزيع قطع الأراضي عليهم، ولكنها ما تزال وعودا غير صادقة. قال ممثل منظمة الترويج التجارية الإيرانية لدى العراق فرزات بيلتن، قال إن العراق يشكل أحد أهم الوجهات للصادرات الإيرانية، مبينا أن لديه سوقا كبيرة لاستقطاب المنتجات. وأضاف المسؤول الإيراني أن ميزان الصادرات الإيرانية مع العراق لم يبلغ المستوى المطلوب بعد، وأن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا السياق، لافتا إلى أن الطاقات والفرص متاحة بشكل كثرة وبشكل كبير على صعيد العلاقات التجارية بين إيران والعراق على حد تعبيره. خفضت الهند من مشترياتها النفطية العراقية في شهر حزيران إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول 2020 حسب بيانات حكومية هندية. وأظهرت البيانات أن المصافي الهندية خفضت بالفعل مشترياتها من النفط من بعض المنتجين التقليديين في الشرق الأوسط والذين رفعوا الأسعار في وقت سابق من هذا العام. ويعد العراق ثاني أكبر مستورد للنفط إلى الهند، تليه المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبرزت الولايات المتحدة باعتبارها رابع أكبر مورد للهند. كشفت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك عن أن إجمالي الزيادة في إنتاج روسيا والعراق من النفط خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران هذا العام. وأضافت أوبك أنها تلقت خطة العراق لتعويض فائض الإنتاج في النصف الأول من العام، وذكرت أنه سيعوضه بحلول أيلول 2025، بينما تعهدت روسيا بتعويض القدر الأكبر من تلك الكمية العام المقبل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.